وحدك على السوق. ايه؟ شو قصتكم يا عمي؟ قلت لك ايه؟ انه كم مره بدي اقول الشغله؟ 100 مره؟ حش بقى تسالوني؟ خلص بقى، انا تعبانه وراسي عم يوجعني، مش قادره احكي. تعي خلينا نطلع على الاوضه. كيف خليها تروح هيك؟ خلينا ناخذ منها معلومات. يا حرام يا عفيف، هلا بيكون مرعوب لانه ضيع الست ليلى، وبيكون عم يدور علي مثل المجنون لانه ما بده يرجع من دونها. ما معه تليفون لهيك ما اتصل فينا، مع انه هو قال انه بده يخلص بسرعه ويلحق دينا وروبا لعند الدكتور. بس بكل الاحوال يعني كان بيقدر يتصل باي طريقه، فلا اتصل ولا اجا، معناتها انه في شيء مش طبيعي. هو لوين راح مع الماما؟ هلا حسب ما قالت لي روبا، قال رحت تشوف محل كرمال تعملوا مكتبة للجمعية، بس وين هالمحل ما بعرف. يا لينا، رجعت تعمل مشاريع لهالجمعية. خليني احكي الجمعية وشوف إذا بيعرفوا لوين راحوا، أوكي؟ بليز ما تخبرتينا، ما بدنا إياها تتوتر. أكيد. تعال معي تعال. شو رأيك تاخذي دوش مي سخنة هيك بتروقي أعصابك شوي؟ برافو سوريا، فكرة كتير حلوة. وهلأ بعد الدوش بنعمل لها شي سخن بتشربه بتصير كمان أحسن. شو رأيك ماما؟ بس يمكن كأنه عفيف 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 عفيف، زيحيني بعفيف. عم بقلكن أنا رحت لوحدي، ليه ما عم تفهموا؟ ليه عم تتغمزوا علي؟ لا لا أبداً أبداً، مش عم نتغمز. كسبي، أنا شفتكن عم تتفقوا علي. ماما حبيبي. مرحبا حبيبي، أنت جيت؟ روحي حبيبتي روحي. هودي بيكرهونا، ما بدهم يانا نتجوز، عم بيخططوا لحتى يبعدونا عن بعض. طلع فيهم شفتهم بيكرهونا. حياتي روحي، هذا بيقدر يفرقنا عن بعض؟ هلا هن بدهم يفرقونا عن بعض. ما تخافي حياتي، طمني، ما حدا بيقدر يبعدنا عن بعض. انت تعبانه شوي ليلى. لا حياتي قربي، طولي مالك طولي مالك، اسمعي شوي.